الواحد بيقرأ القرآن شوف سنين، ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي، يعني كنت محسب صراحة انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا. لا، طلع هذا الخط اللي قاعدين نقرأه احنا واحد شخص انسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره. فالمصحف الشريف، المصحف المدينة المنورة، لما تفتح من الخلف هتلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف، وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طه. عثمان طه، يعني سبحان الله، الواحد يشوفه هذه على طول كده مغناطيس يد تقبلها، لأنها يد يعني قضت أكثر من 30-40 سنة في كتابة المصحف. كتبت القرآن بجميع الروايات حوالي 12 نسخة، كل خط يد. أنا عشقان الخط، ما يملي التعب، يعني أكتب حتى أتعب.